اديله تسهيلات ضريبيه، دي حلول. اساعده اديله تسهيلات ائتمانيه، يعني اليومين دول في مبادره 50 مليار نازله على الغردقه وسفاجه وشرم علشان انشاء غرف فندقيه جديده او احلال وتجديد الغرف القديمه، دي حاجه كويسه جدا. عاوزين حاجات زي كده بفايده قليله للمستثمرين. احنا لازم يبقى في ثقه بين المستثمر والحكومه. يبقى دايما انا هساعدك وانت اشتغل. كل ده يخلي يطلع في الاخر النتيجه اللي انا عاوزها. انا عاوز ايه؟ عاوز الجزيره دي يكون فيها اوتيل 5 نجوم، يكون فيه 3 نجوم، 4 نجوم، نجمتين، حسب كل واحد. لازم فيها كاتيجوري، لازم يبقى فيها كذا كاتيجوري. طيب طبعا محتاج ايه؟ محتاج بنيه تحتيه، يعني اوصل للجزيره دي يبقى فيه توصيلات. محتاج تسهيلات، انا لسه هقعد اعمل دعايه وهقعد اعمل تسويق مش محتاج حد يقول لي او في الاخر اسمع منه انا في حته مقطوعه، ما عنديش كذا سكوت في حته مقطوعه. برافو عليك. على الرغم ان الجزيره دي فكرتها كلها انها قايمه على انها تكون مناطق نائيه وبس، فيها خدماتي، فيها احتياجاتي.